معلم على الصدمات قلبي، هاي مو اغنية الكاظم الساهر، لا هذا لسان حال العراقيين بعد سماعهم تلف او غرق 7 مليارات دينار بمصرف الرافدين جراء الامطار. وهذا كان على لسان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق. بعدنا ما نسينا نظرية 7 بـ7 راحت لنا 7 مليارات. هو اكو تركيز على رقم 7 لو الحوادث عرضية، لا ماكو دخان من غير نار، اغلى مطر بتاريخ العراق. زين وشلون باكر مطر؟ يعني اللي عنده فلوس بالمصرف يسحب له يشتري شادر يغطي به المصرف؟ لا، بعد لا حد يصلي صلاة الاستسقاء لان بكل مطرة تغرق لنا 7 مليارات. وهن 7 مليارات لو 12 عند البنك المركزي الخبر اليقين. البنك المركزي اللي ساكت عن هذا الموضوع من عام 2013 والبارحة بيانه قال انه الموضوع هو قضاء وقدر وما راح نغرم المصرف. بس اختفاء 2.5 مليار قبل اشهر من داخل المنطقة الخضراء وفتح ملف لـ7 مليارات يعكس تقصير واضح من قبل البنك وتوضيح عقلية المصرف اللي تشوف انه الورق هو مجرد طبع فقط ومو عملة وغطاء. زين المطر اللي تلف الدنانير بس من اللي سرق ملايين الدولارات؟ وليش تيار الحكمة اليوم وعلى لسان النائب علي البديري حمل المالك المسؤولية؟ وشلون راح يقدر ينفذ مقتدى الصدر تغريدته اليوم واللي قال بيها حاسبوهم وإلا حاسبناهم؟ أرحب بكم مشاهدينا بحلقة هذا اليوم من برنامج بوضوح، أستضيف فيها كل من عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ فتح الشيخ والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ أحمد الصفار، ومن المفترض مشاهدينا أن ينضم معنا بعد قليل حيدر السلطان عضو تيار الحكمة. أبدأ من دولة القانون من الأستاذ فتاح الشيخ. أستاذ فتاح أرحب بك معنا، خلينا نبدأ من دلالات تلف أو غرق الـ7 مليارات. ليش الموضوع مضموم من عام 2013 لحد هذه اللحظة وشلون انتلفن قابل يعني الدنيا مطرة تيزاب؟ تفضل. كرام، احنا حقيقة اليوم هذه الحكومة ومن سبقها والذي سيلين بعدها تفاجئنا يوميا بخبر مثل ما تفضلت في مقدمتك. 7 مليار يعني حقيقة صار موضوع سخرية. ما معقولة شعب مثل العراق اللي هو بيمس الحاجة إلى الأموال والتعيينات وعوائل الشهداء والمتعففين يطلع لنا السيد رئيس البنك المركزي العراقي موضحا على أن الأمطار هي الأخرى قد أثرت على السيولة النقدية وأتلفت هذا المبلغ. ما أدري يعني هسه الأخوة الموجودين الحكومة السابقة أو حتى الحالية شو راح تتعاطى مع هذا الملف؟ هل هو إهمال تقصير فساد؟ أي لكن ما هو منطقي أستاذ فتاح، ما كافي استهزاء بعقلية المواطن العراقي؟ شفت من البارحة واليوم أكو تجارب كثيرة، خلينا الفلوس بالمي من تلفت، يعني ما معقولة وكأنه الدنيا مطرة تيزاب إلا خلاص هاي راح أن تلفن الـ7 مليارات. لا سيدي الكريم، هي الخزانات الموجودة أولا الخزانة بها أكثر من جدار، جدار ضد الحرق بالضبط، جدار ضد الرصاص، جدار ضد الصوت، ضد القوارض. مو زين شلون دخل هذا المي؟ ما ادري. احنا نريد السيد علي العلاق يوضح للشعب العراقي بطريقه عمليه ما قاله وينقل معاه وسائل الاعلام يقول شلون دخل المي، خلينا نصور حتى نشوف يقدر يقنعهم. لا اليوم تصريح التيار الحكمة حمل بيه السيد المالك المسؤولية وطالب بمحاسبته، كان هو من جاب علي العلاق وتمسك به من ذاك اليوم لليوم هذا المنصب بالوكالة. سيدي الكريم، الخطأ يحاسب سواء كان العلاق أو غير العلاق، التقصير يحاسب، المفسد يحاسب. احنا اليوم ما عندنا مصلحة أو نقف مع زيد أو عمر، هاي طبعا معارب الكتل. ليس فقط المالك يتحمل مسؤولية، كل الكتل تتحمل مسؤولية مفسديها. اي بس المالك هو اللي مشلب على العلاق استاذ فتاح من ذاك اليوم لليوم، هو اللي جابه، هو مقترحه. اي يعني اذا هسه شو تريد، اذا المالكي
معناه تريدني اقول لك اي صح او لا؟ انا في 2013 ما اعرف انه كان على العلاق تابع المالكي او غير المالكي. صحيح انا الان في دوله القانون، لكن مو بالضروره انه اعرف كل شيء، وليس من واجبي ان ادافع عن شخص كان مخطئا سواء كان في دوله القانون او غيرها. يعني تعترف بانه المالكي كان مخطئ باختياره على العلاق محافظه للبنك المركزي؟ لا انا ليس من باب اعتراف او تحميل الخطا للسيد المالكي. انا في ذلك الوقت لم اعرف انه علي العلاق باي طريقه وباي اليه وصل الى البنك المركزي. هو الحكمه كانوا هم جزء من الحكومه والتيار جزء من الحكومه. هم يعرفون شلون وصل ويقدرون يفككون الازمه ويحاسبونه من حقهم. طيب خلينا نروح لمجلس النواب تحديدا نائب احمد الصفار عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. استاذ احمد ارحب بك معنا. شلون انطاق قلبك وقلب النواب اللي وياك عند ما سمعتوا تلف 7 مليارات وتركتوا الاستاذ علي العلاق؟ هذا اول اختبار لهذا المجلس، شلون راح تتعاملون وياه؟ نعم، مساء الخير اخي الكريم، تحيه لحضرتك ولضيفك ولمشاهدي قناه زاكروس. الحقيقة هو السيد محافظ البنك المركزي العراقي وكالة وحضر قاعة مجلس النواب وكان معه وفد من البنك المركزي واعتقد رئيس المصرف التجاري العراقي. هو عرض بعض النقاط ولكن ما صار مجال المناقشة لأنه صار تداخل بين فقرتين موضوعين. كان هناك موضوع الموازنة وسيد وزير المالية حضر، فتأجلت موضوع مناقشة البنك المركزي إلى جلسة قادمة. ولكن يا أخي إذا تسمح لي، يعني مسألة البنك المركزي جزء من منظومة فساد كبيرة للأسف تعرض الاقتصاد العراقي والقطاع المالي والمصرفي في العراق، يعد من القطاعات القديمة ولم يتعرض أو لم يتم تحديثه مطلقا. يعني ما أكو دولة بالعالم الآن تتعامل بالأوراق النقدية القديمة وهذا التعامل المباشر الكاش. الناس الآن تتعامل بالنقود الإلكترونية. هناك وسائل تعمل على إبقاء النقود لدى الدولة. البنك المركزي، يعني السيد علي محسن، أستاذ أحمد إذا سمحت لي، أستاذ يعني أحمد. أنا متابع أستاذ أحمد عمله. أستاذ أحمد هسا احنا نتعامل بالورقي والفساد، دا تشوفه بعينك وشفت اللي صار، يعني تحولت السبع مليارات إلى مادة للسخرية يتناولها كل العراقيين. هذا اللي يقول لك هاي أغلى مطربي تاريخ العراق، هذا يقول لك بعد لا صالون استسقاء خاف تمطر وتغرق فلوسنا. احنا دا نتعامل باليدوي بالورقي وهذا اكو فساد، اذا نتعامل بالالكتروني شلون يعني راح يكون وضع البنك المركزي؟ لا هو راح يكون افضل بالتاكيد اخي اذا تسمح لي. يعني البنك المركزي البنك المركزي يمتلك صلاحية إصدار النقد ويمتلك صلاحية تعويض عن النقود التالفة، والبنك المركزي هو أو هي الجهة اللي تعمل التوازن بين العرض النقدي والطلب على النقود، يعني حاجة البلد إلى النقود. حسب ما سمعت أنه الكمية اللي أتلفت أو تلفت في مخازن البنك المركزي أصلا كانت يعني سحبت من تيار التداول لغرض تعويضها، ولكن ولو يعني أنا مع الحفاظ على كل سنت كل فلس من المال العام، ولكن لو تحسب السبع مليارات أو 12 مليار من دينار، هذا طبعا من 450
مليار دولار ذهبت إلى الفساد منذ 2003. ماذا تتوقع من بلد يعيش هذه الحملة الواسعة من الفساد؟ كيف يتم معالجتها؟ لا مجلس النواب ولا أي لكن مؤسسة. لكن أستاذ أحمد عزيزي، أستاذ أحمد حالات الفساد اللي هي موجودة في العراق، كل مجلس النواب النواب اللي دوره رقابي تشريعي ينظر، كلكم تمتلكون معلومات عن حجم الفساد، عن الفاسدين، عن الأرقام، لكن شو وقت راح تتحركون؟ يعني واللي قلته مو مبرر أنه نسكت عن 7 مليار دينار اللي هي 5 مليون دولار، هذا مو مبرر أنه نسكت. يعني نعم ومن يقول لك احنا راح نسكت؟ صدقني هذه الدورة راح نعمل بجد وبكل إمكانياتنا لمواجهة كل حالة فساد في العراق. ما راح نقبل بضياع المال العام ولو فلس واحد. ولهذا السبب تلاحظ أنه مجلس النواب الحالي مستهدف من كثير من القطاعات، خاصة من السلطة التنفيذية، بعض مفاصلها القديمة اللي الآن عرفوا أنه مجلس النواب بدأ يفتح ملفات قديمة وملفات منذ 2003 راح نفتحها. لا أستاذ أحمد، لا أن نصل إلى مجلس النواب، مجلس النواب الفاسد إلى القضاء. أستاذ أحمد، مجلس النواب مستهدف لضعفه، وأول اختبار لكم هذا الموضوع شو وقت انطرح؟ شو وقت استضافيتوا الأستاذ علي العلاق؟ الاثنين أو الثلاثاء؟ أنتوا وراها أخذتوا عطلة للثلاثاء اللي جاية، شو راح تقدرون تسوون؟ لا عزيزي إذا تسمح لي، يعني أنا عندي دكتوراه بالمالية العامة وماخذ كورسات كثيرة على السياسة النقدية وأعرف حال البنوك والمصارف بالعالم وبالعراق. أنا ليش ذكرت لك أنه النظام المالي والمصرف العراقي قديم جدا ويحتاج إلى تحديث لغرض إجراء الرقابة على هذا القطاع المهم؟ أنت لا تضغط علينا، إحنا بعدنا بداية الطريق، تونا ان شكلنا اللجان النيابيه الدائمه، وحتى يعني الى حد الان ما اتحدد رئيس اللجنه والنائب والمقرر، لانه المساله محكومه بتشكيل الحكومه، تشكيل الحكومه، لان هناك استحقاقات انه الكتله اللي تاخذ الوزاره ما من حقها تاخذ رئاسه اللجنه. صدقني الايام القادمه، الاسابيع القادمه، راح نقف عند هذا الموضوع بكل جد. طيب. وسوف لن نسمح لأي موظف في المؤسسات العراقية أن يعبث بسنت أو فلس واحد من المال العام. طيب خلينا أرجع لدولة القانون للأستاذ فتاح الشيخ. أستاذ فتاح، هن 7 لو 12، وأكو دلالات لفتح الموضوع هسه لو بحظ العراقيين، هو اللي حكى الأستاذ علي العلاق وفتح الموضوع هسه، يعني تحديدا هو الرقم ما عندي معلومة أنه 7 أو 12 تكون صادقا أمام الرأي العام، لكن بناء على ما قيل فهي حجة ما قاله السيد رئيس البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق اللي قال 7، ربما يكون 12. هسه احنا ننتظر اللجان البرلمانية التي ستخوض في هذا المجال، وإن شاء الله تظهر ملفات قديمة جديدة. المهم نريد محاسبة للمفسدين اللي ما زال بعضهم حتى تحت قبة البرلمان موجود، أن يبدأوا بالمفسدين الموجودين الآن تحت قبة البرلمان وينطلقون على بقية السنوات السابقة. زين، هساني كمواطن ودا أسمع اللي تتفضل به أستاذ فتاح، أنه أكو فاسدين تحت قبة البرلمان، أنا شلون راح أثق بهذا الفاسد راح يحاسب فاسد؟ هنا تسكب العبرات، وبالتالي أنا أقول هذا المفسد عمره لا يتمكن أن يحاسب مفسد. السارق الذي سرق المال العام لا يمكن أن يعيد المال العام من الكتلة غيره، لأن كتلته متورطة بهذا الفساد. اثنين، نقطة مهمة انتبه لها، سيكون مبدأ المحاصصة والمحاباة على كتلة على كتلة أخرى، لأنه إذا تفتح ملفي أفتح ملفك.
فبالنتيجة ما راح تكون عدالة، أو ربما سيكون نسبة 1% في فتح ملفات، لأنه الموضوع مو طرف واحد مفسد والبرلمان كله باتجاهه، لا، نسبة عالية من المفسدين سواء بالبرلمانات السابقة وجزء منهم في هذا البرلمان والحكومة والأعضاء، بل حتى الذين استلموا مناصب متقدمة بالدولة لديهم ملفات. فسيدي الكريم، أنا أطمئنك من خلال برنامجكم هذا، لا يوجد جدية لمحاسبة المفسدين من قبل هذه الطبقة السياسية الحالية. يجب أن تكون هنالك طبقة جديدة غير متورطة بالمال العام ولا بالدم العراقي، هي التي ستحاسب من هو الإرهابي ومن هو الذي أدخل داعش ومن هو الذي سرق المال العام. طيب أستاذ فتح، خليني أروح لتيار الحكمة للأستاذ حيدر سلطان، التيار الحكمة اليوم اللي حمل المالكي المسؤولية. أستاذ حيدر، أرحب بك معنا ببرنامج بوضوح. ليش يعني تتهمون المالكي وتحملون المسؤولية بقضية غرق 7 مليارات؟ لو لا، هاي هي نظرية المؤامرة وكل من عدو قبال عينه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع مشاهدينا، تحية لحضرتك ولضيفيك العزيزين. أعتقد ما يخص موضوع الموضوع الذي أثرته هو موضوع خطير وموضوع يجب الوقوف عنده بغض النظر عن من هو المسبب، ويجب أن يكون واضح للعيان من هي الجهات التي تقف خلف هذا الهدر بالمال العام وسوء الإدارة في هذا الجانب وسوء الوقاية إذا كانت هناك حقيقة هناك غرق أو من هذا القبيل. بالتالي يجب أن تتضح الصورة كاملة للجهات المعنية، لمجلس النواب، لمجلس الوزراء، للرأي العام، من هو المقصر. قد يكون رأيا شخصيا للأخ النائب من الحكمة في تحميل رئيس الوزراء السابق. نعم، قد يتحمل رئيس الوزراء السابق والذي قبله في كل هذه التركات إذا كان هناك سوء إدارة متراكم أو هناك هو هنا السؤال. لا أستاذ حيدر، هنا السؤال، ليش يتحمل مثلا هنا السؤال، خلينا نفصله. ليش يتحمل مثلا المالكي أو العبادي مثلا لقرب علي العلاق مثلا من دولة القانون، أو هذا الاتهام يوجه لهذا الرجل من أي باب أنه يتحمل المالكي؟ جيد، السؤال هو لماذا يتحمل رئيس الوزراء؟ الجواب، تحمل رئيس الوزراء كونه هو من كلف الأمين أمانة البنك المركزي، محافظ البنك المركزي بالوكالة، ولو كان مكلفا من قبل مجلس النواب وبالأصالة لكان مجلس النواب هو المعني بهذا الجانب. بالتالي عندما تختار رجلا في الوكالة أنت أعرف من غيرك بهذا الرجل وبقدراته وبإمكانياته. بالتالي إذا نجح فيسجل لك وله، وإذا فشل فيسجل عليه وعليك. أقول اليوم القضية مو قضية شخصية، يجب هذا الموضوع يجب أن يطرح بكل تفاصيل أمام الرأي العام، أمام مجلس النواب، لنعرف من هو المقصر. هل هو مدير عام مصرف الرافدين؟ هل هو محافظ البنك المركزي؟ هل هو أجهزة إدارية موجودة داخل البنك المركزي؟ يجب أن لا يمر مرور الكرام. اليوم إذا موظف بسيط في أي وزارة بآلاف بسيطة لجان تحقيقية وعقوبات ولا يخرج من هذه الربكة إلا وهو مدان، فكيف اليوم نتكلم عن 7 مليارات و12 مليار؟ نحن لا نريد أن نشخصن الأمور، لكن هي القضية ليست سهلة حتى نتجاوزها وندير الظهر عنها. تالي قضية صعبة حقيقة، ونحن في أزمة مالية، وأعتقد هي ليست وليدة اليوم. بالضبط بالضبط، قد يكون تاريخها يسبق هذا، يسبق إعلانها. إيه لا لا، من 2013 الحادثة، ونتكلم عن 7 مليارات ولا غرقت. إيه، من 2013 الحادثة. لكن أستاذ جيد، يعني أستاذ نحن حيدر. في 2013. إيه أستاذ حيدر، يعني ولو كان الأستاذ علي العلاق بالوكالة، شنو مجلس النواب ما يقدر يسأله؟ أو الجهات الرقابية ما تقدر تسائل الأستاذ علي العلاق أو مدير مصرف الرافدين؟ أقول بصراحة، الجلسة السابقة هي كانت جلسة تشكيل اللجان، بالتالي اليوم هناك لجنة نزاهة، هناك لجنة مالية، هناك لجنة قانونية،
يجب أن تأخذ هذه اللجان دورها الحقيقي في متابعة هذه المؤسسات وتبدأ بقضايا الاستجواب والاستضافة والسؤال والاستفهام وإعلان هذا الموضوع أمام الرأي العام في مجلس النواب، وأخذ دوره مجلس النواب اليوم 329 نائب يجب أن يتحمل مسؤوليته. نعم أتفق معك، وكيل أصيل، دور مجلس النواب هو دور مهم ودور أقوى من كل السلطات الثلاث وقابل على إقالة أي مسؤول موجود في الدولة، فيجب أن يأخذ دوره بعد أن يأخذ الأمر مجراه الحقيقي. نحن لا نريد أن نترك الأمر للتراشقات الإعلامية ونضع مادة دسمة، وحقيقة هذا لا يغني للفقير الذي يترجى حقيقة رأي واضح. طيب نتمنى من الجهات المعنية أن تأخذ دورها، هيئة النزاهة، أستاذ اللجنة المالية، لجنة النزاهة، خلينا نروح لمجلس النواب، كل هذه اللجان المعنية تأخذ دورها في هذا الموضوع وتضع الرأي العام بالصورة الواضحة والدقيقة. طيب خلينا نروح لمجلس النواب للأستاذ أحمد الصفار. أستاذ أحمد، أولا أنت باللجنة المالية، هن 7 لـ 12 والأصالة والوكالة تعيق مساءلة أو محاسبة استضافة أو استجواب السيدة علي العلاق؟ أخ محمد، يعني قبل لا أدخل هذا الموضوع، يعني لا تزر وازرة بوزر غيرها، يعني كيف أنه أنا اليوم إذا رئيس الحزب يكلفني بعمل معين وأنا أفشل بإدارة الملف، هل يحمل رئيس الحزب خطأي؟ أنا ما مع هذا الاتجاه أولا. ثانيا استضيف السيد علي محسن العلاق لأمر آخر، أنه مسألة أنه وضع اسمه وهو وكيل وليس أصيل على بعض الفئات النقدية التي طبعت في وقت أنه غير مناسب، أن العراق في محنة في أزمة مالية، تم صرف مبالغ معينة لإصدار نقدي جديد وتم وضع اسمه على الورقة، ولكن يعني استغربنا بأنه هو الرجل هو اللي طرح مسألة السبعة مليار دينار تلف، وكان عندنا يعني الشارع العراقي عنده يعني استاذ احمد، استاذ اخرى حول مزارع، لا سمحت لي خلينا نوقف عند هاي النقطه، المصارف المتعثره اللي هي تحت الوصايه. اي بالضبط، اكو كثير عندنا مصارف تحت الوصايه، لكن انت شويه استفزيتني بجواب حضرتك انه السيد علي العلاق هو اللي طرح، يعني مجلس النواب ما اكتشف، خلف الله على السوشيال ميديا هي اللي دولت هذا الموضوع، وهذا الموضوع لو بعد 2050 مجلس النواب ما راح يكشفه. أخي على كيفك ويانا، أقول لك بعد اللجان توها شكلت، بعد ما عدنا رئيس لجنة، بعد ما عدنا مقرر، بعد ما بدينا بشغلنا، احنا إن شاء الله يوم الأحد أول اجتماع راح نجتمع بخصوص الموازنة مع اللجنة الحكومية، بعد ما بدينا بشغلنا صدقني ما راح نخلي ملف فساد، ما راح نستغني عن أي شخص إلا نجيبه ونحاسبه إذا هو مقصر باتجاه المال العام. احنا أقسمنا أمام الله وأمام الشعب العراقي أنه مجلس النواب وخاصة باللجنة المالية راح نتابع كل الملفات. يعني أنتوا على كيفكم ويانا، مو من البداية هالهجمة القاسية علينا بعد ما بدينا بشغلنا. وبعدين أنا أتحفظ على بعض العبارات اللي أطلقوها الإخوان أنه ما يعمم الفساد على مجلس النواب، يعني إذا هم عندهم شكوك إذا على بعض الإخوان ما يجوز أنه إطلاق الكلام على الكل. لا بس منطقي اللي قاله، قيموا مجلس النواب خلال عمله لفترة معينة، خل تنتهي سنة بعدين. أستاذ أحمد، الأقل هو ما أطلق بالعموم، لكن تحدث وهذا واضح كله تعرفه، ماكو بمجلس النواب الآن شخصيات فاسدة، هذا اللي قاله وأنا علقت عليه قلت له إذا هو فاسد شلون راح يحاسب فاسد؟ أنا ما أدري إذا أكو
إذا أكو فازة أنتم حددوا، بس لا تعمم الكلام على مجلس النواب. لا لا، مو كل مجلس النواب. ما يجوز أنه تعمم كلامك على مجلس النواب ككل. لا طبعا، لا مو كل مجلس النواب. خليك يا أستاذ أحمد، خلينا نرجع لدولة القانون للأستاذ فتاح الشيخ. أستاذ فتاح، يعني رد البنك المركزي يكون الفعل يعني هنا كان رده مو بمستوى الحدث، يعني عندما قال ببيانه أنه القضاء، أنه الحادث هو قضاء وقدر، لكن بقانون العقوبات تحديدا المادة 431 تقول أنه يعاقب بالحبس كل موظف أو كل مكلف بخدمة من تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام. ليش تجاهلها البنك المركزي؟ أنا قبل الإجابة فأستاذ أحمد، يمكن واضح أنا شخصيا ما أعرف الأعضاء الجدد، فأنا ما عممت، قلت بعض الأعضاء موجودين لديهم ملفات فساد ولا تحت قبة البرلمان، أما جنابك أنت الدورة الأولى والآخرين ما حد متهمك، الكلام إذا كان موجه إلي تفضل، فأرجو أن تسحبه لأنه أنا ما ذكرت أحد، قلت بعض المفسدين. صح لا لا سيادة النائب؟ صحيح استاذ فتاح، انا رديت وكان ما سمع. اشكرك. صح. للايضاح فضل. للايضاح احنا فضل. الاعضاء الجدد متاملين بهم خير ومتفائلين بهم إن شاء الله. شجعان على ان لا يبقوا تحت خيمه رؤساء الكتل ولا يميلوا حيث ما تميل بهم الريح، يعني هذا مو يقول انا كردي مالي شغله بالشيعه إن شاء الله. والاخر يقول انا شيعي مالي شغله بالسنه، لا. اليوم العراق في مسؤوليتكم كلكم، انتم اللي طيب. صعدتوا جدد، وعسى ألا تصابون بنفس العدوى السابقة التي أصيب بها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في محاسبة بنك المركزي العراقي. نعم قانون العقوبات يقر ذلك، فماكو مجاملة بهذا الموضوع، خصوصا بعد ما تحولت القضية من مجلس النواب إلى الرأي العام. يعني إذا مجلس النواب لا سامح الله تهاون في هذه القضية وما حسمها، هو الآخر مجلس النواب سيسقط في نظر الرأي العام والشارع العراقي. الآن لا خيار أمام الجميع إلا اتخاذ قرار بعد التقصي من الحقيقة ومعرفة الأسباب ومعرفة المبلغ 7 أو 12 مليار والوصول إلى النتائج الحقيقية، ثم وصول مجلس النواب إلى القرار النهائي والقضاء لكي يبرئ ذمتي أمام الشعب العراقي. خلاف ذلك احنا ما نريد بطولات تلفزيونية. اي يعني ما تريد بطولات تلفزيونيه استاذ فتاح، بس بالمقابل اكو تغاضي لملفات الفساد بالبنك المركزي، اكو تعاطف، اكو دعم لبعض الشخصيات الفاسده او حمايه لهم توفره بعض الكتل السياسيه تحديدا ببغداد. سيدي الكريم، بالنسبه للتغطيه وغض البصر عن المفسدين، ما زالت الكتل تمارسه منذ 2003 حتى الآن. السنة والشيعة والأكراد، كل من لديه طرف مفسد غضين الطرف عنه وحامينه، لأنه بالأصل هو ما إجا مفسد، هو إجا خير وإجا خوش إنسان ومعتدل، لكن أفسدته الكتل كما ذكرت في أكثر من برنامج معاك، أن الوزير يأتي سليم تفسده كتلته، تطالبه بالجباية، تطالبه بدعم الحزب ماله والتيار ماله والكتلة مالته، وبالنتيجة يطلع فاسد. يعني بعدين تتخلى عن هذه الكتلة يقول لك أنا ما مسؤول عنه. يعني أستاذ فتاح اللي جاب على العلاق دولة القانون، وحل على حسب جوابك أنه دولة القانون هي اللي أفسدت مثلا السيد علي العلاق. إذا ثبت ذلك فعلا أنه هم اللي جابوه، نعم يحاسب، لأنه علي العلاق هو مو أقدس من فاطمة بنت محمد، وأكو حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول له فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الآن حتى نعطي قوة للدولة، وأنا متأكد دولة القانون باتجاه تعزيز القانون، إذا ثبت ذلك تقدمه للمحاسبة وتطالب بمحاسبته. هي هنا أستاذ فتاح، قضية التقصير، عدم إقناع الرأي العام الآن الغاضب مثلا، أكو اليوم كانت ردود أفعال حول الموضوع من تيار الحكمة، أكو بيان السيد مقتدى الصدر كان له بيان شديد اللهجة،
ليش مال سيد المالكي أيضا يبادر؟ يقول لك أنا كلفته بوقتها، شخص لا ينتمي لدولة القانون، ما مدعوم من قبل دولة القانون، ليش ما يبادر دولة القانون بهذا الاتجاه؟ السكوت معناه الرضا. لا ليس بالضرورة، بالعكس، هذه تعتبر مبادرة خير، لأنه إذا لا سامح الله على سبيل الفرض إحنا الآن الموجودين جنابك والضيوف، لو إحنا متفقين دائما على شيء طمطمة فالأمور تمشي على الرأي العام، أما إذا أنا أثير ملف وأنت تثير ملف والآخر يثير ملف فتبدي بادرة خير، أي ما معناه الملفات كلها راح تفتح، يعني كل من عنده لديه مفسد أن يقدمه قبل أن تسقط كتلته وزعامته. ماكو سكوت على الموضوع أبدا. طيب أروح بهذا الموضوع المهم جدا لتيار الحكمة، الأستاذ حيدر. أستاذ حيدر، راح نكون شجعان وجريئين بقضية فتح الملفات ومواجهة الكتل بفاسديها؟ لو لا راح طمطم لي وأطمطم لك وتروح لسبع مليارات مثل ما راحت مليارات الدولارات من أموال العراقيين. يعني أعتقد تعقيبا على ما قال السيد النائب، أنا لم أحمل رئيس الوزراء كشخص رئيس الوزراء، بل أحمل منصب رئيس الوزراء كونه هو المنصب الأعلى بعد محافظ البنك المركزي، هو مسؤول المحافظ البنك المركزي. بالتالي كل اليوم مسؤولية لابد أن تكون هناك مسؤولية على رئيس الوزراء، إن كان السيد العبادي أو كان السيد المالكي. بالتالي أي قضية، أي خرق في أي مؤسسة من مؤسسات الوزراء، من مؤسسات الدولة، ستكون هناك تقصير لهذا المسؤول المباشر والمسؤول الأعلى منه كونه هو صاحب الصلاحية والسلطة عليه. هذا مهم. جانب الآخر، أعتقد الكتل السياسية من صالحها أن تتخلى عن فاسديها، كون اليوم الشارع لا يقبل بعد لا الترضية ولا التبرير ولا كل هذه الوسائل، لا تقنع الشارع اليوم، الشارع لا غير مقتنع في الأحزاب السياسية، فكيف يقتنع بفاسديها؟ يجب أن يكون لها مواقف واضحة، مواقف شجاعة، وأن تتبرأ من كل فاسد، وأن يأخذ القضاء مجراه ومؤسسات الرقابة تأخذ مجراها، لكي حقيقة يعري هذه الطبقة الفاسدة وتزج الأحزاب السياسية بالنزهاء الأكفاء وتصحح مسارها الذي أخطأت فيه. بس ماكو كتلة مطبات أستاذ حيدر، أستاذ حيدر 15 سنة، أعتقد مهم 15 سنة هذا الجانب. أستاذ حيدر 15 سنة والبلد غارق بالفساد وماكو كتلة سياسية قدمت شخصية فاسدة. يعني هسه احنا نقول اليوم اكو عندنا مؤسسات هي مؤسسات الرقابيه. الدوله هي اكبر من الاحزاب السياسيه، وليست الاحزاب السياسيه هي اكبر من الدوله، بالتالي مؤسسات الدوله هي اكبر من الاحزاب. يجب ان تاخذ مؤسسات الدوله دورها الاساسي، والاحزاب السياسيه تكون داعمه في هذا. لا ما تخلوها. الا تكون معرقله لهذا الدور. ما تخلوها استاذ حيدر. الا تركز على اي مصدر من مصادر. ما تخلوها. ماكو حزب ما يدافع عن وزيرة، ما راح تخلوها تحاسب فاسد. نحن أقول من إحنا كحكمة نتكلم، ليس لنا وزير ككتل سياسية. لا لا ما أقصد أي كتلة. لا، وإذا كان هناك فاسد الكتل السياسية هي تعبر عن ذاتها. أنا أقول رأينا في الحكمة بأن يفسح المجال للجهات الرقابية، هذا من صالح الكتل السياسية. الكتل السياسية إذا أرادت إدامة مسيرتها السياسية، تعزيز ثقتها مع جمهورها ومع المنظومة المجتمعية، يجب أن تتخلى عن فاسديها وتعطي المساحة للجهات الرقابية والقضاء وهيئات النزاهة بأن تأخذ دورها الكامل، وحقيقة ترفع هذا العبء عن الأحزاب السياسية اليوم التي تتثاقل من هؤلاء الفاسدين الذين أثقلوا أحزابهم وحقيقة لوثوا مسيرة هذه الأحزاب وكانوا سببا في هذه الفجوة بينهم وبين الجماهير وبين المجتمع بشكل عام. طيب خلينا نروح للأستاذ أحمد الصفار، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. أستاذ أحمد،
تحميل الخطأ للبنك المركزي تحديدا للسيد المحافظ علي العلاق هو جزء من الصراع على هذا المنصب، يعني ما معقول انه هو الرجل يتحمل هذا الموضوع لوحده. يعني استاذ محمد، يعني حضرتك استاذ فتاح استاذ حيدر تعرفون انه بالعالم النزيه المتقدم اللي نسبة الفساد تكون قليلة، من يندعم قطار وزير النقل يستقيل، من صير حادث بالمستشفى وزير الصحة يستقيل، من أي خلل يصير هو دائما ثقافة الاستقالة يعني ماكو، المسؤول الأول بالمؤسسة يحمل السبب. وبنفس الوقت أنا أقول أنه المتهم بريء لحين إثبات إدانته. هو الرجل إجا قدم، إحنا كمجلس النواب وإحنا باللجنة المالية عندما نستقر ونبدي بعملنا راح نفتح تحقيق أو نطالب بفتح تحقيق بالموضوع، وبوقتها إن شاء الله نعلن أمام العراقيين يعني حقيقة الموضوع، ويبقى الأمر لمجلس النواب وجنابكم. يعني تعرفون أنه حتى بالمجلس هناك كتل وهناك أحزاب، بس يا حبذا يعني أنه يا ريت أتمنى، لأن الحزب لا تدافع أو لا أشجع عملية الفساد إذا كان أحد أعضاء الكتلة المكلف بعمل إداري فاسد، لأنه إذا كان المنصب يعني جنابك تعرف محاصصة، يعني كل وزارة لحزب، كل مؤسسة كل هيئة لحزب، طيب هذا الشخص إذا طلع مو جدير بالعمل الإداري أبدله بغيره هو من نفس الكتلة. أنا هذا رأيي الحقيقة، وما نستبق الأحداث إن شاء الله راح يتوضح كل شيء للعراقيين، وأنا يعني على يقين أنه اللجنة المالية ومجلس النواب راح يكون أمين جدا بفتح هذا الملف وملفات أخرى تتعلق بالمال العام وبحقوق العراقيين. لكن أستاذ أحمد، ما هو الموضوع ليش شخصا، يعني ليش علي العلاق، ليش البنك المركزي مقصر؟ ما ممكن يكون مصرف الرافدين، أنا أحكي عن شخصنة الموضوع، صار يوما انقلبت الدنيا على الرجل، ليش شخصا الموضوع؟ هذا يندرج ضمن الصراع على منصب المحافظ كونه بالوكالة، كون الرجل صار له 4 أو 5 سنوات بالمنصب، يعني ما رد يكون ضحية أيضا. يعني أبد، يعني أي خلل بالمؤسسة الشخص الأول يتحمله، يعني ما معقولة يعني مال عام مال عراقيين يتم خزنه في مخازن تسرب المايل هاي، يعني ما معقولة. يعني احنا صرنا العفو يعني خلي اقولها بالعامية مضحكة امام الناس، معقولة اموال العراقيين تتلف عندما يعني مطرة او فيضان؟ يعني احنا وين عايشين يعني بيا حالة؟ يعني الناس شو تقول علينا؟ يعني لا، هو الموضوع الاخر يعني البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية، ليش بالوكالة صار 5 سنوات أستاذ أحمد؟ يعني قبل ما تعالجون أو تفتحون تحقيق بقضية 7 مليارات أو السياسة النقدية ونهج البنك المركزي، المفروض أركز على شخص بالأصالة مو بالوكالة، كافي شخصيات تابعة الأحزاب تقود مؤسسات. نعم أستاذ محمد، فضل. عشرات المناصب تدار بالوكالة، يعني أغلب المناصب المهمة هي بالوكالة تدار. يعني الآن مثلا أنا أجيب لك مثال عن وزارة المالية، وكيل وزارة المالية صار سنتين بدون وكيل، وكيل آخر يديره، نفس الشيء بالنسبة للبنك المركزي. يعني أنا أذكر بوقته صار خلاف على محافظ البنك المركزي السابق، والرجل ما تمكن حتى يجي
للعراق وتم تكليف السيد علي محسن العلاق بالعام. وأنا أمانة أقول يعني بالنسبة لوضع الدينار العراقي والسياسة النقدية بالعراق يعني خلال فترة 4 سنوات كان مستقرة إلى حد ما، هناك توازن يعني. إذن هاي حسنة تحسب للرجل للكتلة النقدية وللطلب على النقود. بالضبط، هاي حسنة إذن تحسب للرجل ولا يتحمل مثلا كامل المسؤولية، ونتعامل معه بموضوعية مو دفاعا عنه. لا لا، أنا ما أدافع عنه، يعني أنا أقول الرجل دائما الشخص الأول هو المسؤول عن أي تقصير يصير بالوزارة. يعني أنا أقول الآن إذا تصير مشكلة بالصحة وزير الصحة هو المسؤول الأول. طيب خلينا نروح للأستاذ فتاح الشيخ. أستاذ فتاح، أكو كتل مستعدة لمحاسبة الفاسدين وتقديم فاسديها، وأكو كتل لا. اليوم السيد مقتدى الصدر غرد بهذه الحادثة، حادثة غرق 7 مليارات، قال حاسبوهم وإلا حاسبناهم. سيدي الكريم، ما ظهر على لسان السيد العلاق هذا جانب إيجابي. إحنا نريد وزراء آخرين يؤكدون أنه هنالك تقصير، هناك إهمال، هنالك فساد، لأنه اليوم السيد العلاق تكلم بصريح العبارة أمام الرأي العام ومجلس النواب، قال أكو غرق. احنا نطالب السيد مقتدى الصدر قبل لا يدعو على هذه، خل يبحث عن من الذي حرق صناديق الانتخابات في الرصافة. هذا ملف مهم، بعد حتى الآن ما زلنا نشكك بتشكيل الحكومة والنتائج ومجلس النواب. هاي قضية ما صار لها 3 أشهر، فنريد المحاسبة تبدي. لكن أنا شخصيا أقول لا يتمكنون من المحاسبة، لأنه إذا جاءوا بالوزراء الفاسدين سيعترفون على كتلهم ويقولون نعم احنا سرقنا بطريقة كانت كذا كذا، عملية تغفيل الوزير. يعني يجيبون الوزير ويغفلونه ويشتغلون به ويأخذون به أموال وكومشن، بالنتيجة الوزراء اللي طلعوا ما يعتبرون أنفسهم فاسدين، لأن الفاسد الأصلي هو رئيس الكتلة والهيئات الاقتصادية التي شكلت الكتل. وما الوزير إلا أداة للسرقة، يعني عملية السرقة بهذا المنقاش، من قاش بوق الفلوس بهذا الوزير. احنا اليوم اكو اكثر من ملف، بس احنا اللي يسعدني شخصيا هو انه تظهر هكذا ملفات كما ظهر السيد علي العلاق واخرين، لانه راح يصير مضارب، كتله تضرب كتله، بالنتيجه الشعب العراقي راح يعرف الحقيقه. واغلب الكتل عندها ملفات حدث ولا حرج، مسألة خور عبد الله، مسألة الموانئ، مسألة وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، الأسلحة، وزارة الداخلية، أسلحة الفحص، هذه كلها قضايا ملفات مضمومة. إيش وقت تظهر؟ ليس منا من أحد، تظهر عندما يختلفون تظهر، أو عندما يريد أن يسقط بعضهم للآخر راح تظهر. لكن المسؤول أولا وأخيرا هو الشخص اللي كان يدير العملية السياسية وكان جزء من الحكومة وساكت عن السرقات. ولهذا أنا ما أبرئ أي طرف شارك بالحكومة التنفيذية منذ 2005 حتى الآن، أقول هذا بريء. طيب، لأنه الوزراء أنت تعرف كانوا يتسابقون على الوزارات. بالضبط بالضبط، وزارات تنباع، وأعضاء مجلس النواب مع الأسف دورة سابقة صاروا دلالين يروحون يجيبون تواقيع وتعيينات. لكن أستاذ فتاح، خلينا نبقى بتغريدة السيد مقتدى الصدر، حاسبوهم وإلا حاسبناهم، ما تمسكم شوية دولة القانون؟ من يا ناحية؟ من ناحية محاربة الفاسدين والتغطية على شخصيات فاسدة، هذا الاتهام اللي يوجه لكم دائما. اولا الهاشتاج اللي كانت حاسبهم يعني هو يتحدث مع الدوله، والا يحاسبهم يعني اكو محاسبه اخرى غير الدوله؟ يعني هذه ما اعرف انا اللي والله. هو الهاشتاج مات حاسبوهم والا حاسبناهم، هاي تغريده السيد مقتدى الصدر، يعني شلون راح يحاسب؟ منو يحاسب ومنو يحاسبناهم؟ يعني اذا الدوله ما حاسبتهم اكو اليه جديده مثلا عند سبعه السيد هو يحاسبهم. يلا خلينا نتوكل على الله، خلي يبدي من يمه هو جاي البغداد
ونشتغل كل احنا سويه. شلون من يمه وهو جاي يعني؟ ضد الفساد. شلون من يمه وهو جاي؟ يعني قام راح تقول لي ماكو مفسدين حوله؟ لا يمه مفسدين. من يمه؟ من الحنان وهو جاي لبغداد نشتغل على الفساد، لا نوصل لكردستان، لا نهاب احد. وليش نبدي من الحنان؟ خبر نبدي من بغداد بالفاسدين. العموم يعني شتو انت راح تحمي المفسدين اللي قاعدين بكردستان مثلا؟ كل مكان موجود مفسدين سيدي الكريم. انا قبل شويه قلت لك كان اكو صراع على الوزارات واكو صراع على نسبه النفط والنسب اللي كانت تاخذ باسم الشعب الكردي والسنه والشيعه والاكراد كلهم اللي اشتركوا بالحكومه عليهم ملفات فساد. طيب خلينا نروح لتيار الحكمه. تيار الحكمة أيضا اللي ينشار له ببعض ملفات الفساد، طبعا هذا اللي يقال أستاذ حيدر. الهاشتاج اليوم مال السيد مقتدى الصدر، حاسبوهم وإلا حاسبناهم، هم تحس يمسكم ككتلة سياسية لو لا؟ يعني أولا من يشير لتيار الحكمة ملفات الفساد؟ لم نسمع لا من هيئة النزاهة ولا من الجهات المعنية، الجهات القضائية، بأن هناك ملفا على أحد من الشارع الشارع قيادات تيار الحكمة اليوم اللي موجودين ولا متصدين. الشارع أستاذ حيدر، الشارع يقول أقول الشارع، من يمثل الشارع؟ من المواطن يمثل الشارع؟ المواطن الشارع ابن الخايبة اللي الشارع من يمثله؟ المواطن الشارع عبارة ابن الخايبة 30 مليون ابن الخايبة اللي عد ما تمطر ما يقدر يطلع من بيته المواطن العزيز. جيد جيد. اليوم احنا اليوم اذا نجي كل من يقول انا امثل الشارع، انا هم راح امثل وجهه نظر اخرى. اما اقول الاعلام كله مسيس، الاعلام كله غير دقيق، هذا صحيح؟ مو صحيح. اليوم احنا نخضع لمؤسسات الدوله، نتبنى فكر الدوله، بالتالي الجهات اللي معنيه في الدوله هي من تقيم هذا التيار فيه فاسدين او غير فاسدين. هذا الاعلام دقيق او غير دقيق؟ زين. بالتالي ام نخضع الامور للقضايا المزاجيه؟ هذا غير دقيق. اما تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر، اعتقد عندما يقول حاسبوهم يقصد بهم الجهات المعنيه اليوم، مجلس النواب، هيئه النزاهه، ديوان الرقابه الماليه، ياخذ دوره وياخذ مجراه. اي والا كملها، والا سنحاسبهم. يقصد بان الشعب سيكون له دور ضاغط من خلال التظاهرات، من خلال الاعتصامات، للضغط على هذه الجهات بان تاخذ دورها الحقيقي. فهذا ما فهمت يعني من تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر، ونحن نعرف بان هو له تاثير وضغوط كبيره في هذا الجانب في المراحل السابقه. طيب خل حتى اكون صريح وياك بخصوص الملفات اللي تنشار بيها ويلام دائما السيد عمار الحكيم تيار الحكمة، وهو مثلا سيطرته على الجادرية والكرادة، أخذ أماكن حيوية. هذا الملف ممكن ينفتح أو ينشار بإلكم كتيار حكمة؟ جيد. يعني أنا أتمنى حضرتك والضيوف نأخذكم في جولة داخل الجادرية ونطرق باب باب ونسأل من هو الساكن في الجادرية. كل الأحزاب السياسية الأغلب الأعم هي موجودة، موجودة أغلب المناصب الأساسية اللي موجودة، وكلاء، وزراء، أعضاء برلمان، هم موجودين في المربع اللي موجود. نحن أكثر من مرة قلنا ثلاثة مساكن أو بيوت هي موجودة مؤجرة داخل المربع الأمني، نستخدمها لغرض إدارة عملنا السياسي لا أكثر ولا أقل. أما نجي نقول يابا كل الجادرية اليوم منظمة بدر موجودة وفيها القاعة، نفس القاعة اللي موجودة. طيب أنا أعتذر منك اليوم الأخوة الآلوسي، باقي الوزراء، باقي الوكلاء موجودين. يلا معذرة لمقاطعتك، خلي بس الختام. هذا غير صحيح. أضاف إلى هناك خلينا وقت ما عندي والله معذره لمقاطعتك، اختم ويا الاستاذ احمد الصفار. استاذ احمد الصفار، هسه جتكم دفعه من السيد مقتدى الصدر. انا اوضح هاي القضيه، هناك مواطنين. نعم تفضل. نعم محمد. نعم هناك مواطنين بجنب المؤسسات مالتنا اليوم اللي تدار داخل الجادرية. الدولة هي مواطنين وماخذين دورهم الطبيعي ويذهبون ويعودون. استاذ احمد، استاذ احمد خلي السؤال للاستاذ احمد. استاذ احمد الصفار، لا خليني اسالك.
حاسبوهم والا حاسبناهم؟ دفعه من السيد مقتدى الصدر صاحب شعبيه جماهيريه. نعم. شو وقت راح تحاسبون فاسد؟ ترى ملينا. نعم. والله مجلس النواب ثلاث دورات وهاي الرابعه وين؟ شلون؟ وتالي يعني. نتمنى انه العراق تصير دولة مؤسسات والدولة هي تحاسب ومجلس النواب اكيد كجهة تشريعية ورقابية ما راح نقصر بعملنا. استاذ محمد. نعم. الحكومة الحالية امام تحديات كبيرة جدا، امام احداث ثورة في كل القطاعات الاقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة، صحة، تربية، تعليم، قطاع مالي مصرفي. تعرف يعني مع الأسف 6 ملايين عراقي هسع بحالة الأمية، 35% ما شاء الله تحت خط الفقر، 31% بطالة، 9% أحداث هم يعملون. يعني الزراعة انتهت، 48 مليون دونم بال 2003 الآن بقت 12 مليون. شكرا يعني أستاذ أكو أحمد. تحديات كبيرة. أي بالضبط. احنا نتوجه ونعمل بجعل والملف الأكبر الدولة والملف الأكثر إلى دولة مؤسسات. الملف الأكبر والأكثر تحدي هو محاربة الفساد والفاسدين. شكرا للأستاذ أحمد الصفار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا للأستاذ أحمد. أيضا مشاهدينا شكر. نعم. موصول للأستاذ فتاح الشيخ عضو ائتلاف دولة القانون. شكرا للأستاذ فتاح. أيضا مشاهدينا الشكر موصول إلى عضو تيار الحكمة الأستاذ حيدر السلطان. شكرا لضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدينا، أشوفكم باكر إن شاء الله.